ما هلأ رح أروح لمحطتنا الختامية فرح مثل ما بيقولوا أحلى مسك الختام مسك الختام. طبعا الحلويات الشامية أو المطبخ السوري معروف جدا بالحلويات اللي هي تميز فيها وكانت سفيرة سوريا بكل المدن. ما في سوري بيجي أو مغترب أو حتى سائح بيجي إلا ما بيتمنى أنه يأخذ علبة حلو من الشام. لا تميزنا بصناعة الحلويات الشرقية تحديدا. اليوم رح نتعرف على المطبخ السوري بمجال الحلويات وكثير من الأصناف وحتى طريقة التقديم اللي أصبحت عم بتجاري العصر بالأشكال وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو واللي هو شيف من طبعا المميزين جدا بالمطبخ الشرقي الشيف بدر ياسين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وأنا كتير فخور بقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك. يسعد يا رب صباحك. يعني خلينا نحكي اليوم عن الأصناف. هل تغير الطلب على الأصناف؟ شو أكثر الأصناف اللي عندكم طلب كتير عليها اليوم؟ هلأ اليوم الحلويات السورية الشرقية هي لها خصوصية تامة. مثل ما بتعرفي أي حدا بيجي من برا سوريا لازم يمر على سوق الميدان اللي هو مطبخ مدينة دمشق ويفتخر بالحلويات السورية ياخدها لناس ضيافات وهدايا ويقدمها للناس. اليوم الحلويات السورية فيك تعتبريها هي الرقم واحد. طريقة تحضيرها، طريقة تغليفها، الحلى الخفيف، الجودة العالية، المواد الأولية كلها من خيرات بلدنا. اليوم الحلو يعني فيك تعتبريه هلأ أيام زمان كانوا يكتروا القطر، يكتروا السكر، قطعة البقلاوة قطعة عريضة كبيرة، قطعة البلورية البيضة فيها ما زهر، الحلى زايد. اليوم فيك تعتبريها لا، اليوم انه صارت الحلويات الشاميه الشرقيه حلاها خفيف بيتقبلها اي حدا. هيك الناس عم تطلب ولا هيك يعني لازم نعمل ولا شو الفكره رح تغيرنا شوي؟ هلا هي هيك واقعنا صار. يعني هلا ايام زمان لكل زمانهم يعني له وقته. هلا اليوم الحلو مثلا تحسني تاكلي مثلا نص كيلو الحلو ما بصير معك شيء ضايق معك ضايقك او شيء. لا لا على الاكل ان كان في قطر زايد او حلو زايد ما عندنا مشكله. خلينا نحكي شوي. حضرتك ذكرت بعض الانواع. تمام. هلا انا بنعرف يعني مثلا بلاد الشام بالعموم تتميز بحلوياتها. تمام. العراق لها حلويات معينه، الاردن، فلسطين. تمام. دمشق. نذكر انواع الحلويات اللي بتميزنا يعني. تمام. هلا الحلويات السوريه لها رونق خاص ولها جوده عاليه ولها طعمه مميزه. هلا ايام زمان كان قرص العجوه كبير. اليوم قرص العجوه مثل ما لك شايفين هلا هيك ايام لا ايوه تماما هيك قرص العجوه جاي كبير. ايام زمان كانوا يساووا وهلا سموه راس بعجوة دمشقية قديمة. على هذا الشكل يعني هذا القديم. ايوه راس كبيرة. وكمان كانوا يطالعوا المعمول الجوز هند ومعمول الجوز والمعمول الفستق كمان راس كبيرة ويحطوا لها سكر ناعم. هلا اليوم صارت قطع سواريهات. اليوم اصناف الحلو اكثر من 24 نوع حلو بين نواشف اللي هي برازق عجوة، غريبة، معمول ورد، معمول نانرج، معمول فواكي. راحة، معمول فواكه، والأساس اللي هو المعترف عليه الفستق والجوز. أكيد. وأصناف تانية اللي هي البلورية البيضة والحمراء والآسية. البلورية في منها بالكاجو، في منها بالفستق. والبلورية الآسية كذلك الأمر، في منها بالكاجو، في منها بالفستق. وبالإضافة للمبرومة، الكول بشكور، الأصابع سنوبر. أسماء اللي قدمنا. تمام. هلا هي البلورية الحمراء. تمام. هي بلورية حمراء. تمام. هي بلورية حمراء، هي سمن حيواني، فستق بلدي بوظة، وحلاها خفيف وفيها مسك دراس. هي بتخلي شيف بس خلينا نحكي عن فكرة صغيرة. يعني أكيد هلا الناس كلياتها اللي عم بتشوفنا مو الكل قادر إنه يشتري بسبب الظروف الاقتصادية. تمام. يتجه لمحلات إلى اسم معين وتاريخ معين بالجودة. تمام. اليوم كيف لعبتوا على هذا الموضوع؟ يعني نحن بدنا نسوق لشغلنا، بدنا أكبر قدر ممكن من الزبائن وتصريف بالسوق، لكن نفس الوقت نحافظ على الجودة. كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ هلا تعاملنا بهذا الموضوع نحن بدنا نرضي كل الطبقات. تماما. هلا في شيء نحن بالنسبه لنا الجوده العاليه هي اساس، ما فينا نبدل بالجوده. فينا نلعب بكميه الفستق بالصينيه، يعني بخفف من سعر الكيلو. تمام. من حيث اي حدا يحسن ياخذ بدل كيلو نص كيلو يقضي حاجته.
يعني صينية الإكسترا مثلا بدها 4 كيلو، الصينية الأول بدها 2.5 كيلو، منساوي مثلا لأشخاص هيك لأشخاص هيك، من قاتلهم قاتلة، من حيث أنه كل حدا يحسن يشتري حلويات. يعني مثل ما حضرتك قلت، اليوم في مثل ما الأصناف معروفة أيضا، يعني يمكن اللي يميز حلويات الشام تواجد هذا هالشارع المميز، سوق الجزماتية بقلب الميدان، اللي هيك بيكون مقصدنا برمضان، بالأعياد، بكل المناسبات. قديش كمان هذا الشيء خلق هيك نوع من التميز وحالة مميزة لكم؟ هلأ سوق الميدان سموه مطبخ مدينة دمشق لأنه أي شيء بتحتاجي موجود فيه، بالإضافة أنه بعض المحلات بتتم قاعدة طول الليل، يعني بالإضافة لأكلات المشاوي، الأبوات، السجقات، المقادم، الشاورما، إيه تماما. هو سوق الميدان بيروح لهنيك لازم. وبالإضافة الحلويات، هلأ في عدة محلات حلويات وكلياتهم جودة عالية، والناس تعرفي نحن أهل الميدان أو سوق الميدان كل الناس قلب واحد، ايد واحد، ربيتوا سوا، ربينا سوا، ويمكن كل محل بيكون هو ابنه لصاحب المحل الثاني او ابن عمه او اخوه، وفي تنافس محبه. تماما. بعدين بتفوتي من اول ميدان بتتضيفي، في تقاليد للضيافه، تقاليد انه خلص انا جاي على الميدان بدي اكل مثلا اكله قشه، بدي اتحلى عند فلان، بدي اكل نابلسيه، بدي اكل حلو، مسافر بدي اخذ معي مثلا كيلين حلو، اي شيء بتحتاجي بهذا الشارع موجود. قد ايه له خصوصيه هذا الشارع ان كان بشهر رمضان او المناسبات تماماً. او وقفه العيد، يعني نحن بنتذكر اكثر الناس لما اللي كنا ننزل نصور، احلى شيء الزينه والعراضه تماماً. اللي بيعملوا ضيافات هي الشغلات فلكلوريه فيك تعتبريها اساسيات صارت، يعني انت بتستني شهر رمضان الكريم لتنزلي على الميدان تشوفي الزينه، تشوفي العجقه، تشوفي الاداره، طريقه العرض، منافسه اول ما المحبة. دخلت معرفتك طلعت تماما. على وشك لاني متعوده عليك باللباس زي العراضه بتكون هنيك، او اخذ مثل ما بيقولوا اخذ راس الحاره ونبلش. فضل رب العالمين، هي نحن مهنه ورثناها من ابي الله يرحمه، وابي من جده، هي المهنه فيك تعتبريها هلا، ايام زمان قبل 30 40 سنه كانوا بالمال الأبان بالصيف استيراد تصدير خضار فواكه أجبان للمونة مواد أولية، عرفتي كيف؟ هي بتخص الدمشقيين. وبالشتاء كان الكلاج، بالإضافة للكلاج البصمة بالقشطة والمخشوشة اللي هي بيغشوها، بدل ما يحطوا لها فستو بيحطوا لها قشطة مو مخشوشة إنه مو طيبة أو غش. وكانوا يتقيدوا بالأعياد بالسمبوسك، يعني بتعرفي جو العيد قبل العيد، كان عيد الصغير أو عيد الكبير، بتشوفي إنه بهجة العيد بينت من طريقة تصنيع ورق السمبوسك، هذا ورق عجين يعني مختص بالسمبوسك، هي ست البيت ما بتحس بالعيد إلا لتعمل سمبوسك رمضان أو سمبوسك عيد الأضحى المبارك. شوف أدي لكم بهي المهنة، واليوم مصر تورثها لأولادك هي المهنة لحتى تستمر يمكن؟ أكيد هذا نحن أرس منحافظ عليه، ونحن يعني قبلي والدي وقبلي جدي وجده لجد، يعني هذا المجال ما فيكي ما بنحسن نستغني عنه فيكي تعتبري، واكيد رح علمه لاولادي وعلمهم وكبرهم وطالعهم، بالاضافه لمهنه الحلويات اللي هي نحن بنقدها مهنه شرف او عرض، لانه اليوم اي حدا والده بيعطيه قرص بيحافظ عليه. أكيد. يعني نحن الله يرحم ابو بدر ياسين حيدر اللي هو والدي المؤسس وقبله جدي، عطانا هالقرص الطيب، ونحن متابعين بهذا المجال طبعا بمحبه وبوصيته، ومثل ما هو وصانا وولائنا لكل شيء نحن نحسن نقدمه بشغله الحلويات، انه يكون على الطريقه اللي هو علمنا عليها، يكون طريقه العرض، طريقه التصنيع، المواد الاوليه كلياته من النوع الممتاز. بس شو التجديد يمكن لو بسيط اللي حطيتوه لحتى يمكن الناس عم تتطور والدنيا عم تتطور، الحلويات فيها تطور كمان ان كان من ناحيه العرض، الشكل، التقديم؟ لا لك شغله، هلا اليوم في ناس عندك فرح عم يرغبوا علبه الافراح الاربع قطع، بدل ما يحطوا مثلا قطعه يطلع من عند الضيف يلفها بمحرمه او نايلونه. شغلة تانية صار في حلويات خاصة لمرضى السكري. شغلة ثالثة دخلت المكانات بالحلويات، يعني أيام زمان 20-30 عامل لحتى يحسن يساوي مثلا 100 كيلو عجوة. تمام.
اليوم 100 كيلو على الجيب بتطلعيهم ب 10 دقائق، خلينا نقول نص ساعه يعني نحن مشان ما نبالغ. اليوم صار في مكنه بتحشي العجوه، مكنه بتصف، مكنه بتطبع، يعني توسعت المهنه كثير. اكيد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم صار في معارض وصار في مثل ما بيقولوا خلال هاي الحرب كثير من اصحاب هاي المهن ترك مكانه الأصلي، سافر لبرا، حب إنه هو يوسع اسمه وياخذ هالشهرة معه لبرا، ولكن الأساس هو بالشام. مثل هلأ في أصيل وفي وكيل وفي دخيل، يعني فيك تعتبري وصلاة ما بيحسن يترك أصله يرده دغري، أصله بيرده مهما تعب السوق. يعني أوقات كنا نشوف الناس الظروف صعبة، أنا لهلا بتذكر إنه بأوقات معينة كنتوا تعملوا شيء مجاني للناس وما زلنا بتوزعوه، يعني بمناسبات معينة خصوصا برمضان، وما زلنا نحن متابعين هذا المسار، وهي الشيء صارت بدمنا. ونحن اي حدا بيكون مشتهي شيء نحن بنقدم له اياه، ونحن في شيء بيننا وبين رب العالمين ما فينا نحكي. اكيد. وشغله ثانيه، اي حدا مثلا هلا اليوم في عنا مثل، يعني هذا قال لك يا بشرب من راس النبع يا برجع عطشان. يعني اليوم الحلويات من ارض الحلويات اللي هي سوريا، سوريا رقم واحد بالحلو، انا ما عم بالغ ولا عم زاوي. اكيد. يعني واي شيء، يعني اليوم خيرات الفستق البوظة البلدي بكل الكرة الأرضية ما في مثل الفستق السوري، مثل السمن العربي، مثل المواد الأولية. يعني رغم الحصار اللي صار على بلدنا، رغم كل الظروف اللي مرينا فيها، رغم كل المضايقات، فضل رب العالمين سوريا بكل شيء بتمتاز، بالأكل، بالشرب، بالهواء، بالمي. يعني ما عم بحكي أنا أنه عن مهنة الحلويات بالذات، ولثبت لك هذا الكلام، أي حدا بيجي من برا سوريا لازم يزور المتاحف أو الشغلات الأثرية اللي بسوريا، بالإضافة لسوق الميدان. بيقول لك أنا روحي هون، نفسي هون، بيصور الجوامع. وحتى في شغلة ما بنعرفها، يعني بأجواء العيد بالميدان أو أجواء السورية أعياد بشكل عام، إذا بتفوتي على حارات الشام القديمة بتشوفي كيف طريقة التحضير المعمول، من الريحة بتشمي ريحة المعمول، تسمعي صوت القالب كيف عم بتجمعوا الناس الجوار، الكنة، الحمايل، بنت الأحمى ليأنجوا هالمعمولات. إنه والله إنهم بيحبوا يساووا معمول لعيد بالبيت، بياخدوا حاجتهم اللي هنن ما بيحسنوا يعملوا منها. فيعني أنا بدي أقولك إنه الحلويات السورية هي فضل رب العالمين غزت العالم، ونحن بنفتخر انه نحن كسوريين عنا شيء مثل مثلا اذا بدك تحكي محافظه حلب تفتخر بالزعتر، بالصابون الحلبي، بالكباب. بالكباب تماما. سالوا سلمى عن فاي محافظه سوريه لها طقوسها ولها خيراتها، فضل رب العالمين. ونحن السوريين بشكل عام شعب طيب وكريم ومنضاف. يعني انت ما بيجي حدا لعندك على بيتك بيطلع جوعان، لازم تمام. يطلع شبعان حتى لو متحلي تماما يعني. او بشكل مفاجئ وما عندك شيء تضيفيه فورا بتروحي بتجيبي مثلا شيء صح، كيلو نابسيه، كيلو مدلوقه، عوامي مشبك حلو كذا، لتقومي بواجب هذا الضيف. انه نحن هي هيك صارت الشغله طقوس بدمنا، ما فينا نحن نتجاوزها. وما في حدا يدق باب بيتك يقول لك مثلا بدي شيء بتقولي له ما عندي، هيك ربينا وهيك نحن كنا يعني صح. وما زلنا ورح نبقى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب شوف، خلينا نحكي بالختام كلمة أخيرة يمكن بتحب توجهها، يمكن بالخطوط العريضة اللي بعدكم متمسكين فيها وكانت موجودة من الآباء والأجداد وبعدها مستمرة، وأكيد حتورثوها للأبناء مثل ما بنعرف. تماماً. هلأ أهم الخطوط العريضة والنصائح اللي ممكن تقدمها. هلأ أهم الخطوط، نحن أول شيء الله هيك يديم علينا الأمن والأمان ويديم علينا بلدنا. آمين. سوريا. وثاني شيء نحن بالنسبة لنا محافظين على مهنتنا ومكانتنا بإذن رب العالمين، ونحن من الثابتين بهالبلد لأنه بلد العطاء. وثالث شغلة والأهم، يلي ما عرف الكرم تبع السوريين ومحبة السوريين يجي على سوريا يتعلم الكرم والمحبة والوفاء. ونحن رغم كل الظروف قلب واحد وإيد واحدة، والله يسعد صباحكم. اكيد يسعد صباحك، ومع الكلمه الحلوه واللقمه الطيبه كمان يكون هيك وصلنا لختام صباحنا مع حضرتك. شكرا لك. شكرا وموفقين دائما، وتضلوا هيك سفراء اللقمه الطيبه لسوريا بكل بلدان العالم. الله يديمك بكل فخر لك. يسعد صباحك. خليك اكيد يعني. وانا كمان بدي اتمنى لك كل التوفيق ويعطيكم الف عافيه. الله شكرا لك. يسعد صباحك. شكرا لك.